سعداء النهارده ان احنا كلنا بنجتمع الاطفال معايا النهارده قدام الهرم، عشان انا عايز كلكم تعرفوا حاجه مهمه جدا. مصر بتملك اجمل حاجه في الدنيا، مفيش بلد في الدنيا عندها اللي عندنا، مفيش بلد في الدنيا عندها الهرم. احنا عندنا الهرم اللي لازال العالم كله بيتكلم عنه. النهارده كان معايا 40 واحد امريكاني بعمل لهم محاضره، كلهم بنتكلم عن ازاي الهرم ده اتبنى، مين اللي بره الهرم ده. الهرم ده اولاد بناه ملك عظيم حكم حوالي 32 سنه. الملك ده اسمه خوفو، والملك ده كتب كتاب بيتكلم فيه عن التجربه بتاعته في بناء الهرم ده، لان الهرم ده لازال جواه اسرار كتيره جدا. انتوا فاكرين لما انا بعت الانسان الالي جوه الهرم؟ الروبوت ده احنا بعتناه عشان يكشف عن اسرار الهرم. لما بعت الانسان الالي اول مره الروبوت، وكان قدامنا كاميرا، فالكاميرا صورت جوه الهرم، فلقيت كل احجار الهرم معموله بطريقه العاشق والمعشوق كده، مشبوكه ببعضها. عشان كده العرب لما جم هنا في القرن التاسع الميلادي قالوا مقوله مهمه جدا، قالوا الانسان بيخاف من الزمن، والزمن بيخاف من الاهرامات. احنا عايزينكم تساعدونا. تساعدونا ازاي؟ تعرفوا ان احنا احسن ناس في الدنيا، حكمنا الدنيا كلها بالماعت، والماعت دي يا اولاد كانت الهة الحق والعدل. المصري القديم عمره ما ظلم، المصري القديم بنى هذه الحضارة العظيمة. انا لما سافر برا وقابل طفل زيكو وقول له مصر، يقول لي الهرم. على فكرة يا اولاد كل الناس بتعتقد ان في لعنة اسمها لعنة الفراعنة اطلاقا. الناس ليه اعتقدت؟ لان لورد كارنافون اللي دفع الفلوس عشان يكشف مقبرة توت عنخ امون مات بعد 5 شهور من الكشف، فالناس طلعوا اشاعات وقالوا ان مات من لعنة الفراعنة. لكن حقيقة اللعنة ايه؟ لو انت قفلت اوضة وحطيت فيها موميا، الموميا بتطلع جراثيم غير مرئية، الاثار علماء الاثار يدخلوا المقبرة بتقرصهم الجراثيم اللي بيموتوا. لكن دلوقتي احنا بنفتح المقبرة لما الهواء الفاسد يطلع والهواء النقي يدخل، عشان كده مفيش حاجة اسمها لعنة الفراعنة.